المعطلة هم الجهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات، كما قال بعض العلماء إن كل معطل ممثل. هم معطلة، لكن ما الذي جرهم إلى التعطيل؟ تمثيل، وإلا فقد قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفى أن يكون له مثيل وأثبت له السمع والبصر، مع أن المخلوق له سمع وبصر. قال تعالى فجعلناه سميعا بصيرا، فأثبت للمخلوق السمع والبصر وأثبت لنفسه جل وعلا السمع والبصر، لكن ما الذي قبلها؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن يسمع لا كسمعنا، يبصر لا كبصرنا، وهلم جرا.